مساء الخير، مساء النور، تحية رياضية لأحلى مشاهدين. الليلة الاثنين 10 أكتوبر 2022 يجدد الموعد مع برنامج المساء الرياضي كيف العادة طبعا على القناة الفضائية تونسنا. قبل ما نرحب بالسادة الضيوف الكرام خليكم تشوفوا شنو يستناكم في سهرية الليلة ومن بعد نبدأ في الرسميات. مرحبا بكم في سهرية الاثنين مع فريق برنامج المساء الرياضي. توفيق المكشر رئيس جمعية هلال الشابة يكشف عديد الأسرار لأول مرة. كمال دقيش وزير الشباب والرياضة يشخص الواقع الرياضي في تونس. وعادل الزرمديني الرئيس المدير العام لشركة البروموسبور يهاجم الرهانات الرياضية الموازية. لماذا فشلت أندية الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنسيري في أولى مبارياتها القارية؟ هلال الشابة واتحاد بن قردين والملعب التونسي في ثوب الأبطال. ملعب سوسة في لوك جديد. بورتري لقائد المنتخب يوسف المساكني. اربح مع البروموسبور. سكوباتنا وأخبار حصرية. رئيس جمعية حي هلال تطلق صيحة فزع. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يورث المدرب رفيق المحمدي. الترجي الرياضي التونسي يتربع على عرش كرة اليد الإفريقية. ونكمل سهرتنا مع اللاعب ورئيس السابق للنجم الخلادي مكرم التاجوري. متابعة رائقة لأحلى مشاهدين. للحديث في كل هذه الفقرات وهذه المواضيع سعيد جدا باستضافة الضيوف العادة. نبدأ بالسيد وجدي السيد على يميني، مرحبا بك، نورتنا بحضورك. أهلا بك صاحبي، مرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المشاهدين. سعيد كذلك باستضافة السيد توفيق المكشر رئيس جمعية هلال الشابة مرة أخرى في بلاتو المساء الرياضي، مرحبا بك سي توفيق. مرحبا بك سي صاحبي، ومرحبا بالضيوف الموجودين كل، ومرحبا بالمشاهدين كل. سعيد كذلك باستضافة صديقي أخويا المحلل والمستشار القانوني القار للبرنامج الأستاذ كمال بالخيل، مرحبا بك. أهلا وسهلا صاحبي، مساء النور ليك للسادة الحضور والسادة المشاهدين. صديقي ورفيق الدرب المناضل صالح الثابتي، مرحبا بك. بيك عايشك صاحبي، مرحبا بالحضور ومرحبا بالمشاهدين الكرام. مكرم اللقام محلاك في البلون اليوم وسلا ديما منور، مرحبا بمكرم. عايش صاحبي، مرحبا بك، مرحبا بالحضور، مرحبا بمشاهدين قناة تونسنا، إن شاء الله نعديو سهرية ممتازة. إن شاء الله يا ربي. يلتحق بنا بعد قليل العربي سنقرية الرئيس السابق لجمعية مستقبل سكرة، لكن توا قبل ما ندخل ونحكيو بإتناب فيما يخص موضوع هلال الشابة مع السيد توفيق المكشر، خلينا نمشوا الكلمة حرة. نبدأ معك أنت، إيش عنا في كلمة حرة سي؟ والله يا صاحبي الأسبوع الفارط صارت كارثة يعني في إندونيسيا في الملاعب الرياضية، في أحد الملاعب الرياضية بسبب أحداث الشغب في الملعب، راح ضحيتها أكثر من 125 واحد. بصراحة كارثة كبيرة يعني، خاصة كي تصير في ملعب متاع كرة قدم المفروض تصير فيه الرياضة وكرة قدم ما تصيرش فيه، ما تحش فيه ضحايا يعني بالعدد هذا. كل حال إن شاء الله تكون هذه يعني عبرة لكل الأطراف المساهمة يعني في النشاط الرياضي في تونس، ودعوة صريحة إلى التحلي بالحكمة والتعقل، فهمتني، وعدم تجيش يعني للجماهير الرياضية، وهذا يهم الأطراف الكل بما فيها الأطراف أطراف أصحاب القرار يعني الرياضي، كل الأطراف كفانا يعني من المشاكل وكفانا سي توفيق موجود، إن شاء الله يعني تكون يعني بداية صفحة جديدة وما عادش عنا يعني التجاذبات الكبيرة هذه وكل شيء، خلي الأجواء تكون رياضية بحتة إن شاء الله باش ينجح الموسم الرياضي نتاعنا إن شاء الله. سي صالح الثابت إيش عنا؟ صاحبي في المدة الأخرانية كثر الحديث برشا على التلفزة التونسية والحقوق البث والغياب نتاع التلفزة التونسية. نحب بالعكس المرضية إذا انقدنا في السابق التلفزة المرضية نحب نشكروها على خاطر المجهود اللي قامت به التلفزة، خاصة في الزوز أسابيع الأخرانيين من تغطية شاملة لكل الأحداث الرياضية، من بداية بالبطولة العربية لكرة اليد، البطولة الإفريقية لكرة اليد، مباراة الأهلي والمستير، مباراة تونس والبرازيل على الأرضية، معناتها دورة الياسمين للتنس تغطية ممتازة وممتازة جدا، تشرف
وعطات ايماج، شفت الايماج على القنوات الاجنبيه الاوروبيه حاجه تشرف تونس. وقت اللي نزلنا مش نشكروا التلفزه، نشكروها التلفزه التونسيه، مجهود كبير رغم الامكانيات والصعوبات اللي تمر بها التلفزه التونسيه اللي بقى انجزت اللي كنت نحكي فيها ذي الكل. مبروك للتلفزه التونسيه اللي تقعد ديما التلفزه الام. يعطيهم الصحه. استاذ كمال بالخليل. انا نحب نخرج من جديات، نحب نمشي لواقع طريفة في البطولة الإنجليزية، وهي العريضة التي يتم تداولها بين جماهير الفرق المنافسة للمان سيتي. يعني على سبيل الهزل، الفرق كانت فكرة من بعض الأشخاص طلبوا توقيع عريضة من الفرق المنافسة للمان سيتي لتوجيهها للبرلمان البريطاني لطرد اللاعب هالاند، لأنهم يعتبروه آلة مش بشر. المضحك في الحكايه انه في اقل من اسبوع العريضه ذي عملت زوز ملاي انه 180 الف امضاء. يعني العريضه هذه اندلت على شيء تدل على قوه وجبروت هاللاعب رياضيا، يعني انه الفرق المنافسه الجماهير المنافسه قداش منزعجه منه من وجوده السيد هذايا، معناتها ظاهره في عالم كره القدم. اعتقد انه الارقام اللي قاعد يقدم فيها معناتها باش تخلي ثم نقله نوعيه في عالم كره القدم العالميه. نحكي على اللاعب هذايا فقط لاشير انه المكتشف نتاعو هو مدرب تونسي. قبل ما نمشي لمكرم اللقام، خليني نرحب بالعربي سنقريه. مرحبا بك عربي. مرحبا بك سي صاحبي، ومرحبا بكل الحضور، ومرحبا بكل المشاهدين المساء الرياضي. سامحوني شويه على التاخير لانه طريق سكره معبي برشا. مرحبا، مش مشكله، مرحبا بك عربي سنقريه. اما عندك ورقه صفراء اليوم، ما نحبش نلتجئوا للحمراء في مناسبه اخرى. صفر اخي. واضح خويا؟ صفر. محليها عربي. مكرم مش عندنا خويا. صاحبي، كرة القدم في الاصل هي لعبة للتحابب والتقارب وتقريب الشعوب، ومعناها والناس باش تقعد تحب بعضها. اليوم في تونس اصبحت لعبة كرة القدم هي لعبة للاحتقان والمجاملات والمحابات، وهذا اللي رناه اليوم. اليوم مدينة القصرين، المدينة اللي نعتز بانتمائنا معناها لتونس، مسكر الكياس وحرقنا عجالي. علاش؟ على خاطر حصر وحم ظلمه. اليوم القصرين هي راهي مدينة كالمدن الأخرين. اليوم كي تجي تعملهم تقسيم يحصوا رواحهم هما وخسرها هلال وصبيتلة ومكر، ظلموا قدام الجمعيات الاخرين. علاش؟ كيفاش؟ على انا اساس هذوما جمعيات تلعب مش تطلع للبي، وجمعيات الاخرين سقطوا من البي للسي. انت قول قايل تو هذوما طالعين وهذوك ساقطين، اعمل بطوله من بيناتهم واللي يطلع يطلع. اليوم علاش تستثني فيهم هذوما وتعطي البراج الاخرين؟ شو سوء التصرف وسوء التنظيم وسوء التدبير والمجاملات وين توصلنا؟ اليوم كي نقولوا راهو ولات كرة قدم في تونس اختر على السلم الاجتماعي، إبان ولات اختر على السلم الاجتماعي. ولذا الرابطة يلزمها تراجع أمورها وتشوف راهو هذوما حقهم باش يلعبوا البراج جمعية الضم. واضح مكرم اللقام، إن شاء الله للحديث بقية الأسبوع القادم في هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم ومهم جدا، وإحنا نطالبوا بتكريس العدالة الرياضية بين كل الأندية الرياضية في تونس وفي كل الرياضات مش كان في عالم كرة القدم. تو هلال الشابة يتحدى كل العراقيل والصعاب وينتصر بثلاثية في أول أتلالة له بعد إنصافه من التاس العودة الناسيونال، ينتصر بثلاثية على النادي الرياضي البنزرتي. نخليكم تتفرجوا في حوصلة للمباراة، ومن بعد نرجعوا نحكيه مع السيد توفيق المكشر وبقية الحضور في البلاتو. رغم الحصار المعتاد وحرمان الفريق من الانتدابات الأجنبية وخوض المباريات الودية،
تمكن فريق هلال الشابة في أول إطلالة له في الناسيونال بعد إنصافه من تاس من تحقيق الانتصار بثلاثية كاملة أمام ضيفهم النادي الرياضي البنزرتي، حيث ظهر أبناء الكوتش قيس يعقوبي بمستوى رائع وجاهزية كبيرة رغم الموانع التي أشرنا إليها سابقاً. فهل تتواصل هذه الصحوة في قادم المواعيد؟ يكون هلال الشابة رقم صعب في البطولة التونسية المحترفة الأولى. انتصار مستحق لهلال الشابة تحت إشراف الكوتش المتميز قيس اليعقوبي. منذ البداية أكد قيس اليعقوبي اللي هو أعطى بصمة خاصة لهلال الشابة رغم الانطلاقة في أول جولة. سي توفيق، صراحة رغم الحصار اللي كان مضروب على هلال الشابة، كنت تتصور الانطلاقة باش تكون بهذا الشكل بتاع فريقك؟ ما كناش عندنا شكل شيء ذا، لأنه الملاعبية بيدم كانوا متقلقين، لأنه احنا ما لعبناش دي ماتش أميكو، ما عملنا حتى مقابلة معناتها مع فريق من هنا من تونس، والولاد كانوا يستناو في الماتشات هذوما. المدرب بطبيعة الحال كان هو نفسه مقلق وعلى أعصابه وكان يشحن في ملاعبيته، واحنا المجموعة الكل كملاعبية كهيئة كإطار معناها طبي ك ستاف تكنيك، الناس كلها كانت ننتظروا كونه مش تكون مقابلات متاعنا معناها فيها جدية كبيرة وفيها روح كبيرة. والفرق بين عمناول وسناء هي الروح، على خاطر الملاعبين نفسهم حسوا بالخطر كي نزلنا الرابطة المحترفة الثانية، ولقاو كونه فرصة هذه ما عادش نجم تجي مرة ثانية، تجي بتاتر مرة في عشرات السنين جات كيما هكا باش نرجعوا. واحنا كان المقابلة هذه الناس كل تعرف كنا مبرمجين المقابلة هذه، كنا باش نلعبوا مع مستقبل جيبس لو ميم جور، نفس الوقت نفس التران، كانت المقابلة مع الرابطة المحترفة الثانية مع مستقبل جيبس، يعني الحيوية بالمناسبة هذه، وحبت الأقدار ولقينا رواحنا باش نلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى مع النادي الرياضي البنزرتي اللي هو فريق كبير فريق باهي، ومش معناها بالعكس معناها بنزرت بيدها احنا تفاجئنا لأنه مردودها باهي وفريق معناها صغير وقدامه برشا معناها ما يقلقش معناها حتى النتيجة هذه مش معناها راي بنزرت ضعيفة، بالعكس شابة كانت عندها معناها ديترميني في الماتش هذا بصدق، معناتها كل ملاعبي وكل انسان كان ديترميني في الماتش هذا، لانه احنا الظروف الكل خلتنا باش نلعبوا الماتش هذا. احنا اللي زافوكا نتاعنا في سويسرا قال لازمكم تلعبوا، محامينا في تونس قال لازمكم تلعبوا، احنا في وقت من الاوقات طلبنا اعاده القرعه، طلبنا معناها يمهلونا شويه، طلبنا يعملوا لنا قرعه بيننا وبين الجمعيه اللي مش تطلع هذه توا بين متلوي وبين جرجيس، طلبنا قلنا مش مشكله علاش انت تخلينا في اللالي عنا وبعد في الرتور، معناها كل شيء حكينا فيه، حكيت مع نائب رئيس الجامعه في عديد المناسبات في مرتين ثلاثه، كل مره يقول لي حاضر الله يبارك ومش رجلوه حاضر، بعد قيت الديزينياسيون حطونا قدام الامر الواقع. عندنا ملاعبيه ميزنا كنت بدنا ما عندهم با خمسه سته ايام كانوا موجودين وعطوا اكثر من اللي عندهم، عندنا ملاعبيه كلهم معناها الحق الاجواء اللي تعدت بها مقابله الشابه عباره لعبنا 20 ماتش قبل وعباره موجودين، وكما قال سي قيس قال احنا اليوم الجاهزيه نتاعنا الى 50% ونحييه انا لانه هو الحق معناتها احنا بدر سي قيس اكتشفناه في حاجه، لانه نهار الديسيزيون نتاعنا كلمني قال لي راني في الرابطه الثانيه قاعد معك في الرابطه الثانيه، الشاب راهي ماشي بقاطه في الرابطه الاولى وانا حاجتي بكيف قويه وراني باش نواصل بها في الرابطه الثانيه وهما كانت باش نحطها، وانا ربي كرمنا ولقينا رواحنا نحن في الرابطه المحترفه الاولى بقوه قانون ديما نقولها ومن غير مزيد حتى شخص، لانه كانت تنجم تكون العمليه هذه
البيرو نفسه يعمل مزية على جمعية الكل وراه عمل لنا براج. وما تنساش احنا يمكن حتى كربحنا المقابلة متاعنا الفاسدة هذيك تاع الكلوب افريكان راه لقينا رواحنا في براج وفي براج ماناش ضامنين باش نربحوا نحن. لان تعتبر روحك سي توفيق مدين للنادي الافريقي؟ مش مدين حتى لحد، نحن مدينين بتاتر الخطا نتاع مسؤول اللي هو ماك تعرف انا مره عندي كونتونسيو كبير ياسر ربحته مع بنك ربحته لانه المسؤول غلط. كي يغلط انت المسؤول انت تستغل. احنا اذا كان ما جاتش شكل غلطه بطبيعه الحال نتاع رئيس الجمعيه كهبط ما نجموش نكونوا. لو كان نهار ربحنا الكليب افريكان رانا مشينا للبراج. احنا بالعكس نشكروه، احنا ديما نقولها راهو نشكروه على الشيء هذا لانه هو خطا جاء واحنا استغليناه الخطا هذاك اللي فات الجمعيه. لو كان ما كانتش الجمعيه مهده للنزول لا نعملوا لا ريزيرف ولا نعملوا لا اثاره ولا نمشيوا حتى البقعه. عمرنا ما عملنا نحن اثاره وعمرنا ما عملنا ريزيرف. وحتى كي يجوني ساعات قبل الماتش يقولوا فما ملاعبي وكذا نقول ماهيش مشكلتنا نحن تعدل حاجه اخرى. احنا سير التيران الا غالب مي جاتنا الفرصه هذيا من نهار الاول. مكتب الرابطه كان ينجم يحترم نفسه ويقص الموضوع وراه سكروا مكتب الاستئناف نتاعهم لجنه الاستئناف اللي احنا كنا زاد نتصوروها كوني مستقله شويه وطبق شويه القانون كانت نجم كيف كيف. اليوم نلقاو روحنا نجيبوا في حقنا من برا مش سهل. التاس باش تعطيك اليوم ديسيزيون راهو قبل الشامبيونا 24 ولا 48 اور وتقول لك راك رجعت الرابطه المحترفه الاولى راهي ماهيش سهله العمليه ماهيش ما تصوروهاش سهله بالدرجه هذه. احنا نفسنا وجينا لهنا وفي البلاتو هذا وقلنا راهو عملنا العمليه هذه باش نحاولوا نسرعوا الاجراءات. كنا نتذكرها في البلاتو هذا قلنا راهو الحين نسرعوا الاجراءات باش التاس مشكوره بيان سور. الرئيسه الاولى مش هي اللي نظرت، تعديت الباريل اللي معناها للدائره اللي مش تحكم بصفه اخرى ونظرت وعطاونا ايقاف التنفيذ. واليوم هنا موجودين في الرابطه المحترفه الاولى وهنا مش لعبوا ماتشواتنا. وراهو للامانه باش نقول لك راهو الصاحبي ستار احنا راهو مش مقلقين لا من المجموعه الاولى لا من المجموعه الثانيه، بالعكس بل بالعكس. حتى سي قيس يسمع فيه يقول احنا نلعب في المجموعه الاولى، هو يسمع فيه ويعرف يقول لي احنا مش احنا مانيش مقلقين. لا عندنا فريق الروه اقل منا ومعناها واحنا متعلين عليه ولا راهو فريق خير منا ومتكبر علينا. لانه احنا يا اما تكون في الرابطه المحترفه الاولى يا ما تكونش، يا موجود يا مش موجود. عملنا الانتدابات اللازمه، حسبنا الحساب هذا، خذيت ما تنساش السنه راني ما خذيتش ملاعبي انا، خذيت 10 ملاعبيه السنه. وعشرة ملاعبيه اللي جبتهم الكل ملاعبين في المحترفه في الرابطه المحترفه الاولى، ما جبتهمش رانا مش نلعبوا لا، اما حسستهم قلت لهم راهو نجموا نلعبوا في الرابطه المحترفه الثانيه ماتش 2-10 نجموا. حتى كان وصلنا في الرابطه المحترفه الثانيه كلهم مشكورين قالوا الله يبارك احنا معاك. لي ترونجي نتاعنا كانوا مشتين بيان سور 4 ولا 5 ترونجي، كل ترونجي في ايكيب موجوده. نهار رجعت الجمعيه الكلهم خرجنا من الليسونس نتاعهم والكلهم تلحقوا بالشابه تو موجودين، لا كان البرا ولا كان هوني اليوم لدى دوجوردي كلهم موجودين في الشابه. والحمد لله الفريق راهو واقف ومتواجد، الفريق ما يتعداوش عليه ما 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 يحطوش هو معناها باش يتعدى عليه رياضيا وبالعكس وتحكيميا. احنا يجيب لنا اللي يحب الاربيتر اللي هكا جاء المره هذه سي هيثم مشكور هو والطاقم معاه وتعديت مقابله في كان في الروح الرياضيه معناها اكثر من هكاك ما تنجمش تلقى. الناس كلها مريقله الناس كلها فرحانه. حتى نادي البنزرتي اشادوا بحسن الضيافه وبالتنظيم وبالحفاوه اللي لقاوها. شوف احنا هذيا راي هاي ما هو اليوم في بلاتو راي اي فريق يجي للشاب مرحبا به، راهو يجي في بلاده الثانيه نحن يحبوه يجي بكري شويه يدخل للشابه يكتشف الشابه مرحبا به راهو عباره في بلاده. واذا كان نهار يجيك حد يقول لك ما فرحوش بينا ولا امكانياتنا الا غالب تقدر في الملعب بتاعنا محدوده وكل مي راهو اللي يجي للشابه راهو مكرما مبجلا حتى النادي الافريقي. لا 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 ما علاش اولا من النادي الافريقي مرحبا بهم النادي الافريقي ونفرحوا بهم ونحن باش نقولها ونعاودها راهو ما عندنا حتى مشكله مع النادي الافريقي ما عندناش مشكله. هما النزاع هذا راهو سي وديع ربي يهديه حب يخرج النزاع بين هلال الشابه والجامعه يحطوا بين هلال الجامعه والفريقي. اما ما عندنا حتى مشكله مع الفريقي يا اخي الفريقي اليوم احنا راهو مش اول نهار راهو في الناسيونال ا هذا تو بالنسبه لنا احنا تسمى رابع سنه في الناسيونال ا ملتلان. صحيح تجمدنا عام صحيح لعبنا عام صحيح عامنا الثالث مي راهو ما عندناش مشكله ما نجمش يكون عندنا مشكله مع حتى فريق انا ما نقبلهاش بيرسونال المهم ما نقبلهاش لانه يعني المسؤولين انا واي مسؤول في اي فريق مش يمشي على روحه مش قاعد لا انا قاعد لا رئيس النادي الافريقي قاعد لا حتى رئيس نتاع جمعيه اللي يتصور روحه كونه هو مش يقعد مش يقعد. انا بيرسونال المهم نهار من نهارات ما تلقونيش في الكوره
وبالعكس انا نحب نفرح بالناس الكل ومرحبا بهم هاني بنهوني الفريق اللي جيل الشاب مرحبا به بالهيئه نتاعه وبجمهوره على قدر الامكان بكل شيء مرحبا بهم في الشاب. واضح سي توفيق ولا يحلو الميساج استاذ كمال بن خليل؟ اكيد احنا كانت تتذكر معناتها ما ينجم كان الديسكور هذا ينجم يبني راو اما الديسكور اللي شعل ويأجج وكان تتذكر سي توفيق ثلاثة جمعات التالي لهنا كنت قلت أشدت أنا وأنه تعرف ولد النادي الإفريقي وكنت أشدت بالحرفية القانونية نتاع الفريق نتاعك قبل ما يصدر قرار طاس كنت تتذكر وأنت في الكرسي ذاك قلت لك اللي راهو الخطوة ياسر ذكية برشا من الفريق القانوني استغلوا ثغرة قانونية وبرافو ليهم وعاودتها الجمعة اللي فاتت لسي صابر يعني أنه حقكم هذايا اللي ما نزعكم فيه حد استغليتوا ثغرة قانونية الطاس عطاتكم حقكم ألف مبروك وجودكم باستحقاق كما قلت أنت والألف مبروك الأكثر هو على الكلام هذي أنه ما نجموش نكونوا ثم ضاغينة بين الفرق وما تنجمش تكون ثم خلافات وكما قلت أنت الناس كل إلى زوال والفرق هي اللي باش تقعد الشابة قاعدة أبد الدهر النادي الإفريقي قاعد أبد الدهر نجم الساحلي التراجي النادي الصفاقسي دونك هالديسكور هذي هو الديسكور اللي يبني برافو وحظ موفق للجميع هذا هو معناتها ما نجمو كان مباركو الديسكور هذايا وان شاء الله ان شاء الله سلطه الاشراف تمشي في نفس الديسكور اللي حكاه سي توفيق نخليو اكوتي العرك ونبنيو هاك تشوف هاك تشوف البطوله التونسيه معناتها جوله الاولى والثانيه واحنا في نوفمبر مازلنا تو نحكيو سي وجدي فنيا كيفاش شفت انطلاقه هلال الشابه في مباراه النادي البنزرتي؟ صراحة أنا ما شفتش الماتش يعني بالطبيعة كما برشا ناس دبري النتيجة أي لكن حسب النتيجة يعني بداية قوية يعني بداية قوية وبداية موفقة من هلال الشابة ما نجموش يعني يتمناو بداية أحسن من البداية هذه على كل حال أنا نتمنى وأنه ومتأكد اللي هلال الشابة كان يركز أكثر على الجانب الرياضي نجم يقدم الكثير لكرة قدم التونسية والبطولة التونسية نتذكر الموسم الاول اظن تاع هلال الشابه كان ممتاز وكانت نتائجه ممتازه وكان يعني متميز يعني وكان مفاجاه ساره جدا يعني نتمناو انه هلال الشابه يركز اكثر على الجانب الرياضي فهمتني بخاطر عنده ما يقدم عنده ما يقدم فريق ممتاز معناها رغم الظروف الصعيبه اللي مر بها الفريق فهمتني بقات على نظر على التفاصيل يعني نلقاوه يفوز ب 3-0 يعني في اول مباراه ليه يعني تقريبا بدون تحذيرات هذا يدل انه الفريق قادر وانه يقدم اشياء كثيره يعني الفريق عنده شخصيه سي وجد تحسه فريق عنده شخصيه عنده شخصيه وقادر يقدم يعني عديد الفرق تو تشوف البطوله تبدا وعملوا تحذيرات وكل شيء وما همش قادرين يبداوا بدايه قويه نتاع 3 أهداف دونك نتصور وانه انا كما قلت لك قبيله نعاود نقولها ديما نتمنى انا نتمنى وانه تشوف نهار سي توفيق يجي للبلاتو ويحكي لنا على الشابه كيفاش لعبت وكيفاش ربحت وكل شيء وما نحكيوش على المشاكل ما عادش نجبدوا وديع الجري وما عادش نجبدوا يوسف العلمي وما عادش نجبدوا كل شيء نطويوها الصفحه هذيك خلينا نمشيو لقدام ونغزروا لقدام اكثر هذا فيه مصلحه للناس الكل. واضح. سي صالح كيفاش شفت هلال الشابه في بدايه الموسم؟ صاحبي المخاوف نتاع الشوابيه والاحتياطات نتاعهم كلها كانت حافز للفريق ككل باش يقدم مباراة طيبة مباراة تليق بمستوى الشابة 3-0 نتيجة كبيرة كوميم فور ان ديبيو دو سيزون ما نساوش هنا دور المدرب المحنك اللي عنده شخصية كبيرة اللي شخصيته ريناها في التيران هذه أول مباراة لكن تحس أن المدرب خدم برشا على الجانب الذهني تاع الملاعبية حضر ملاعبيته استعمل الوسائل اللي كانت الشابه خايفه منهم قله المباريات الوديه قله التحذيرات خاطر كانوا في برنامجهم مش يلعبوا في الدرجه الثانيه هذه الكل جعلوا ماك المخاوف قوه والقوه ترجمت فوق الميدان ريناها نتيجه عريضه 3-0 الاهداف زاد اهداف مخدومه سور دي زاكسيون سور دي زاتاك بلاسي دونك شفنا الشابه اللي كما قال وجدي تاع 3 سنين التالي وقت اللي طلعت وكانت مفاجأة سارة للبطولة التونسية ونشطت البطولة التونسية ولا ملعب الشابة من الملاعب الصعيبة اللي الناس كل تقرأ لها ألف حساب مبروك للشابة إن شاء الله هذه بداية تكون طيبة وإن شاء الله ربي يوفقهم وكما قال وجدي نضم صوتي صوت وجدي وصوت أستاذ إن شاء الله هذه تكون آخر المشاكل
ان شاء الله الانديه الكل تشد ثنيه وتتلهى بالتيران ونلعبوا الكره، واللي يبدا خير من صاحبه نصفقوا له ونقولوا له صحه ليك. وان شاء الله الهيكل المشرف على كره قدم يكرس العداله بين الجميع تو وقتها تنتفي المشاكل، ما هذا الواقع زاد السي صالح. صحيح. اللي لازم نقولوه. خاطر شنو الظلم هو اللي ينطق، هو اللي يخرجك على الصراط المستقيم. اسمعني اسمعني، تبدا بالانديه، كي الانديه تمشي قد قد الشيء هذيك الاسلوب هذاك والسياسه هذيك والديسبلين هذيك تتفرض على الناس الكل، اما راهو ساعات فما ناس يبداو ضعاف يبداو يخلقوا في المشاكل ومن غاديك تبدا. احنا هنا ماذا بينا نكون الجو نظيف واللي خير من صاحبه اليوم انا خير منك نربح كل يوم تصفق لي غدو نصفق لك. هذاك سبور. واضح سي صالح الثابتي، انت حكيت على المدرب قيس اليعقوبي، خلينا نسمعوا المدرب قيس اليعقوبي شنو قال بعد المباراه، ومن بعد نرجع معك مكرم وعربي سنقريه. سا مبروك للشوابيه الكل، مبروك لهلال الشابه، ادارته وجمهوره، شكرا للاعبين اليوم اللي قدموا اداء انا راضي عليه لكن مع بعض الاحترازات. علاش راضي؟ خاطر في ظل الظروف اللي حضرنا فيها بدايه الدوري، ظروف صعيبه برشا، الناس ما تجيش تفرج في لونترمون، تعرف ايش معناها فريق يتدرب من غير مباريات. وديه بارك الله فيهم اللاعبين على الصبر بتاعهم، شكرا لاداره النادي اللي معناها في الجانب الاخر البعيد على التيران قاعده تضرب على حقوق النادي. انا مفضل دائما نتكلم على التيران. مباراه في شكل احتفال اليوم جات الناس الكل، ان شاء الله ما خيبناهمش، اللي جاوا اليوم ان شاء الله رجعوا فرحانين، ان شاء الله على الاقل بدات الطمانينه ترجع لهم على حاضر والمستقبل نتاع الفريق نتاعهم. لكن فوفير تريز اتونسيون، ها ونعاودها برشا مرات، رانا بعاد 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 جدا عن جاهزيه طبيعيه وحقيقيه للفريق. راهو اليوم خمسه تغييرات كلها، مش لانه اللاعبين مردودهم كان ضعيف، لانه كنت خايف من الاصابات العضليه. نعرف انا اش معناها ملاعبي كي تضرب سو لو بلون مسكولير، راهو باش يخسر شهرين ويخسر ثلاثه، يبدا بشويه بشويه الجروب نتاعنا ينقص. دونك اون جيري اليوم لا سيتياسيون البدنيه نتاع الفريق لانه ما عندناش النسق. لكن الحمد لله ما افضلش من بدايه انك تربح ثلاث نقاط، سجل ثلاث اهداف وما تقبلش. شكرا على اللي حضروا، شكرا للي ما نجموش يجيو وعندهم اسبابهم، ندعوهم باش يكونوا حاضرين اكثر في التدريب في المباريات. فما مباريات تجيبهم الجماهير، فريق يبدا حاضر ويعمل كل شيء، كره ما تدخلش دزه نتاع الجمهور هي اللي تجيب. ان شاء الله اليوم نوعدوهم احنا حتى شيء، نوعدو كان بالعمل بالانضباط، الدفاع على حقوق النادي في الملعب، وهم عليهم ان شاء الله يدزوا رانا، هما ليسونس نتاعنا الوقود. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ديما نفرحوهم بكره ربي. مكرم اللقام، واقعيه كبيره من المدرب قيس اليعقوبي مالغري الفوز بالثلاثي ومردود مقنع، يقول لك رانا ناقصين برشا خدمه ويلزمنا برشا وقت، وحمل المسؤوليه للملاعبين نتاعو بالانضباط والخدمه والدعم الجماهيري ووقفه هيئه المديره تتحقق النجاحات. اكيد صاحبي، خاصه الشاب اللي كان محروم بالمقابلات الوديه واللي جمعيت من ريجيونال حتى الناسيونال كلهم راضيين باش يلعبوا معاه كانه من كوكب اخر. اليوم يلقى روحه خرجوه راس راس في مقابله صعيبه، نعتبرها من اصعب المقابلات الموجوده بالنسبه للشابه، خاصه اليوم عندهم عام مرتاحين وبعتالي عاودوا رجعوا لعبوا وبعتالي من غير مباريات وديه، ستريس والتراك الموجود، مدرب جديد، لاعبين جد، كيفاش قبل بنهارين تقول له برا بعد غدوه مش تلعب، هذا كل يخلي المقابله صعيبه برشا. برافو للاعبين، برافو للهيئه، برافو للجماهير اللي حضرت، برافو للناس كل كل واحد مشارك في الانتصار هذا. حاجه اخرى راهو السي صالح، نحب نعقب عليك تعقيب صغير، راهو مضابين من غير عرك، نحن ما نحبوش العرك في الكوره، اما راهو كي باش ياخذ لي حق تجيني عركه ما نلوحهاش، راهو ندخل معك في عرك. انت تحب العرك ماك؟ لا انا ما نعركش، انا ما نعركش، اما كي تجي تحب تعرك نعرك معاك. اليوم تاخذ لي حقي وتقول لي كذا، انا ما نمشيش معاك بالطبيعه. اي انا كيفاش ما نسكتش؟ اليوم الشاب ما نجموش مثل اللومه، اليوم قلنا شبيك تعمل المشاكل، ماهيش تعمل مشاكل، هي ما تحبش تعمل مشاكل، اما كي تجيها مشكله ما تقولهاش لا زاد ناخذ حقي. وهذا انا حكيت نحكي لك كونجيرال، خاطر ساعات يقول ها هو الشاب تعمل مشاكل، ها مكرم يعمل مشاكل، ها فلان يا صاحبي يعمل مشاكل، ليه؟ ما نحبوش المشاكل، اما كي تجيني عركه ما نقولهاش لا زاد مش نرجع حقي. وهذا اللي صار في الشابه، ولو كان ما عركتش الشابه ما يرجعش حقها. المره العركه الاولى والثانيه. لو كان ما عركتش ورضات بالامر الواقع ما عركتش قانونيه، نقولوا دافعت على حقها يزينا ما العرك، دافعت على حقها بالقانون. كي نحكيو عركه قانونيه، نحن مش واخذين السلاح على بعضنا، نحن ما انا عركه قانونيه، في الاخر ثم ربح وثم واحد قانونيا خسر،
ان شاء الله الناس كل تاخذ معناها العبره من اللي صار. جاب علاش بك نتكلم تاع القصرين؟ القصرين كان جات عندهم امكانيات مشات للطاز. هذا كله مشاكل تاع كوره كنا نجم نحلوها ما بيناتنا الناس كل، بالعقل الرابطه تخدم خدمتها اللي هي ديما نقول راي الجامعه ما دخلت في مشاكل الا الرابطه اللي كانت سبب، الرابطه اللي هي الغايه منها تنظيم بطوله وتطوير كره القدم التونسيه اصبحت المشكله اليوم في تونس وهي سبب المشاكل بين الجمعيات الكل، بين الجمعيات الكل. لو كان الرابطه تتحق العباد ما توصلش هكا، وراه وديع يعرف روحه يقول لك ثم الرابطه قويه ولجنه استئناف قويه، اما ذبا يلقى رابطه تبع طبع ولجنه استئناف تحكم حسب الاجواء وحسب الامور كل تدخل بعضها. عربي السنغري شو سي صاحبي، هو انا قاعد نتبع في هلال الشابه، ربما هلال الشابه الفريق الوحيد ربما حتى طاح على ما يبدو، حتى الملاعبين نتاع امنيو نتاع ناسيونال كل ما فرطش فيهم، ويعني ربما وكانت رده فعل باهيه لانه امنيو يتحملوا زاد هما جزء من المسؤوليه اللي كونوا طيحوا الجمعيه، لكن السنه ربما برشا ناس ما فقدش كونوا الإدارة نتاع هلال الشابه لاهيه والعباد لاهيه بالطاس ولاهيه بالمشاكل نتاع الطاس، لكن في الوقت هو بيدو سي توفيق ماخو 10 ملاعبيه، معناتها ال 10 ملاعبيه كاليتي، معناتها فما جمعيات في الناسيونال ما نجمتش تاخذهم لانه حتى اسوامهم غاليه. يعني كما قال لك ربما حتى قرا حسابه اللي هو ممكن متاكد من كونه باش تنصفوا الطاس باش يلعب في الناسيونال، حضر جمعيه بالنسبه لي انا هلال الشابه جمعية قوية وعندها ملاعبية كبار، وأنا نقول لك يزيدوا يدخلوا ليترونجي نتاعها باش تقدم موسم بالكدا. وفما زاد حاجة واحدة أخرى، ربما حتى الماتش هذايا كان ممتاز على جميع المستويات، حتى ربما الحكم هشام قيرات أعطى حق الناس، هيثم قيرات هيثم قيرات أعطى حق الناس كل، وممكن بادرة باهية من الجامعة ولا من اللي عين، اللي نتصور أن اللي عين في الجامعة سي صاحبي يعني في الحكام سي عواس تربيسي ذكي جدا، لانه انا نسمع مره في انترفيو سي توفيق معناتها شكر حكام باهين في تونس كيما هيثم قيرات كيما رزق الله، معناتها ربما خذوا حتى التعيين نتاع المنسقين ولا المراقبين ممتاز، وكان يعني نشهدوا لهم كيما نقولوا فيها بالنظافه والكفاءه، ولا ما كيما سي علي المالكي ممكن المقابلة تعدات به. وعلى فكرة النادي الرياضي بن زرتي راه جمعية صغيرة وجمعية ممتازة جدا، ربما ردة فعل ممتازة جدا من هلال الشاب، ممكن تكريما ورد جميل للسيد توفيق المكسر. سي صالح قبل ما نرجع سي توفيق المكسر بدون مجاملات وبلا مساحيق، نجم نقولوا لولا سيد توفيق المكسر هلال الشاب في خضم المشاكل الكبيرة ربما يرى مشاهد في طريق الاندثار؟ هذه بالتاكيد، حتى حد ما نجم ينكر المجهود الكبير نتاع سي توفيق المكشر على راس الشابه من قبل الصعود، معناتها راهو نضال كامل، معناتها الشابه شوف وين كانت وين ولات الشابه الحقيقه، اربع خمس سنين التالي ما كان حتى حد يستنى باش، ورغم اللي الطلوع نتاعها في ثلاثه مناسبات كان تقريبا الطلوع وبعد تحقق الطلوع، ومن وقتها والناس هما بيدهم الهيئة ما تسمي رو تضحيات كبيرة على جميع المستويات، خاصة تضحيات مادية، لأنه بصراحة إذا ما كانش فما الإمكانيات اللي حتى سي توفيق المكسر باش مشى باش يدافع على حقوق الشابة، الشابة راهي ماهيش في الوقت ماهيش موجودة في المكان اللي موجودة فيه توا، هذا حتى حد ما ينجم ينكره، معناتها هيئة مديرة قامت بالواجب نتاعها على أكمل وجه، إنور يانا روبروشي للهيئة نتاعهم ومجهود يذكر فيشكر. سي توفيق ما الجديد بخصوص اللاعبين الاجانب؟ قبل كل شيء انا مش موافق سي صالح على الحكايه ذي، لانه في الشابه كان اذا كان موجود فيها اي رئيس جمعيه كانت مش تدافع على حقوقها، لان ما هي الشابه يدافع على حقوقها. اي رئيس جمعيه نتصور وكان موجود حتى كان احنا في الرابطه الرابعه راهو يدافع على مصر. احنا ما نعرفوش نعرفوا سي توفيق المكشر. انت ام تعرفتوني في مين سي توفيق المكشر؟ ربما اسمعني ما نجموش ما سامحني سي توفيق ما نجموش نحكموا على رجال ما نعرفوهمش. لا لا عندك حق. حكمنا عليك انت خاطر شفناك وشفنا الرياكسيون ان شاء الله شيء 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 يفرح الشوابيه، معناتها غدوه ما عندهمش اشكاليه في التسيير. لا ما عندهمش. معناتها اذا كان ما فماش سي توفيق سيرتان هذا شيء يفرح الشوابيه. انا هذا شيء مش متوفر للجمعيات الاخرين الكل. انا مش نقعد مدى الحياه في الجمعيه.
والجمعية أي إنسان مش شدة مش شابة، فما ناس اعتذرت قال لك أنا ما نجيبش شدة تو، مي أي شخص مش شدة تو الشاب راهو ماشي يواصل بنفس الوحدة، لأن ما كي أنا نجي ما نقول نتكلم باسم 40,000 ساكن لهنا شنو؟ احنا روسنا كيك الناس كل كيف كيف ران. كيف كيف مهما كان معناتها هاو سي ماكر بجارنا ويعرفهم والناس كل شفتوهم انتم الناس الموجودة في الخارج نحييهم معناها بسي شوقي وسي محفوظ والعبد كلها كيفاش معناها ناس محروقة وتمشي للتاس. فما جمعية تعرفوها في تونس مشيت للتاس 5 مرات والجمهور نتاعها مشى 4-5 مرات قدام الفيفا يطالب معناها مغادرة المكتب الجامعي هذا ما ثماش احنا يد وحدة ولا يحضر يجزي. ونشكر هذا الهيئه خاطر الهيئه اللي معايا راهي هيئه قويه برشا بالحق معناتها سي صابر بعطي وجوده معنا الكاتب العام تاعنا من غير ما ننسى الاخوين كل الدكتور مجدي سي منير معناها الاستاذ الجربي معناها الناس اللي دخلت في الهيئه دخلت راهي عبيد داخله للهيئه ومقتنعه بالشيء اللي تعمل فيه ونحن اللي تاش سون بليز مو بارتاجي وكل واحد يعرف ايش عنده وايش ما عنده صحيح انا نتحمل كل شيء حتى كتبنا فما حاجه انا نتحملها صحيح انا باش نقول لك اليوم مشاكلنا اليوم جيت في البلاتو هذا وقفت مع الجامعه بعيد ياسر على الوقت لا احنا مشاكلنا مع الجامعه ما توفيش لان الجامعه هضمت لنا حقوقنا للساعه الحاضره لليوم الغدوه بعد غدوه الجامعه كشفت انت الماتش هذا لعبته لنا لو كنا عارفه الجامعه 1% احنا مش ربحوا في الماتش راه ما لعبته لناش الماتش هذا ما امبوسيبل احنا رفع الاحراج على السيد الوالي نتاع المهديه وعلى الوزاره وعلى الناس كلها كتبنا نحن كتبنا الجامعه وكتبنا الرابطه وقلنا اعطيونا على الاقل 10 ايام اخرين حتى نحضروا روحنا اعطيونا حتى ناخذوا يجيونا من اللاعبيه نتاعنا من برا كل شيء مش كان حتى اجابه سلبيه ما كانش فما اجابه تحكي مع سي واصف في التليفون يقول لك حاضر الله يبارك باش نرجلوها بعد تعود له بعد نصف النهار يقول لك هاني قاعد نتكلم في سي العربي قبيله سي مكرم يقول لي رابطه عندنا رابطه نحن تو احنا عندنا رابطه احنا في كره قدم تو فما انسان يتصور كونه عندنا رابطه نحن والرابطه هذه تتصرف وسي محمد العربي يتصرف في حاجه راهو ما نغطيوش عين الشمس بالغربه لا عندنا رابطه ولا عندنا غير روابط عندنا انسان يسير يقول له اعمل نحي ودائره خير بالك هما رؤساء جمعيات قاعدين يصوتوا سي محمد العربي باش يشد رئيس رابطه شنو زادهم هو ما يجاوبش حتى انا طلبته في التليفون شاف التليفون ابارامون بعد رجع لي في غلطه طلبته ما حبش يجاوب لانه يقول لك خطاني اما عندنا رابطه نحن تو تتصرف في حاجه عندنا موظفين تخدم في الرابطه يعطيهم الصح عندنا موظفين تخدم في الجامعه سون دي جون تاجر وموظفين يقول لك انا موظف نخدم على روحي وبارك الله فيهم وموجودين وهما بيدهم يشوفوا في الظلم اللي قاعد يتسلط على هلال الشاب فما شخص مش قاعد يشوف في الظلم اللي يتسلط على هلال الشاب كل يوم يا اخي نحن فما شكون وقف اليوم ريالمون مع هلال الشاب حتى شخص راه حتى انسان بالعكس احنا يقول لك يزي وبرا كور في الرابطه المحترفه الثانيه وابريتو ما عندك ما تربح يا خويا احنا رانا من نهار اللي مشينا للتاس وتتذكر وقلت لك رانا القضيه نتاعنا مربوحه في التاس لانه ليزافوكا سويس راهو باش نفهموا حاجه ويعرف الاستاذ راهو كي يقبل قضيتك يقول لك احنا لي شانس نتاعنا شنو هما احنا المحامي نتاعنا سويسري بعد الماتش بعث لي معناها ليتر دو فيليسيتاسيون مش مصدق معناها فرحان معناها اون ديري هو رئيس جمعيه واحد من المحامين اللي عندنا في سويسرا يتبع في المقابله ويتبع في غيره الناس كلها نحن نكونوا واضحين راهو الجامعه حتى في مخها هلال الشاب راهو انت هك شوف نظام البطوله 7-7 نهار رجعت الشابه قالوا لا مش نعملوا 8 والاخرى تلحق ونطيحوا من الاول من الاول بالكل قالوا مش نطيحوا 2-2 ولا بعد جاوا رؤساء جمعيات وطلبوا باش يعملوا بلاي اوت اليوم علاش احنا نربوا في زوج جمعيات احنا اسم حاجه بركه علاش احنا البلاد الوحيده اللي عاملين زوج مجموعات ما فهمتهاش احنا تو كي مش تلعب بلاي اوف مش تلعب 28 ماتش مش تلعب بلاي اوت مش تلعب 28 و26 ماتش مو خلي مجموعه واحده شنو هاني مطمع كان باش نجيب لك من بعد الفار تجيبه من تو الفار انت خليه يخدم واختار واعمل له القرعه جيب لك الكر الخضر نتاعك مع موجو واعمل القرعه كالعاده وخلي نهي المقابله الا باش تلعبها بالفار وانا المقابله باش تلعبها بالفار اما انت معناتها يجيك رئيس جمعيه ويقول لك لا انا عجبتني عم ناول البطوله بسبعه فرق وانت من افريل ما تلعبش وانت توا اخي توا تشوف اللي زيكيب البرا حتى اللي خرجوا ولعبوا مقابلات البرا تلومهم لان ما فماش كومبيتيسيون اخي راهي الكومبيتيسيون كلها مركبه وطالعه والساير هذا كله على خاطر الكونتونسيون تاع هلال الشاب على خاطر فما شخص ما حبش يقبل انت القانون هذا انت عملته راهو العقوبه نتاع المسؤولين والعقوبه انت خلقته هذا الارتيكل يضم انت خلقته كمكتب جامعي خلقته سبيسيالمون على خاطر رئيس جمعيه اللي هو اسمه توفيق مكشري انا استغليتهم انت القوانين نتاعك انا استغليتهم وانا اليوم لقيت روحي موجود في الرابطه المحترفه الاولى نرجع للملاعبيه نتاعنا اللي تحكي عليهم الاجانب رجعوا اليوم الكل رجعوا كوناتي رجع عنده 3-4 ايام عندنا وليد بيسو كان مع الكلوب افريكان زاد كيف رجع
كان عندنا كيلانجا هذا اخذته باجا قال شالي رجع، كان عندنا ولي داخل مشى مع سيدي بوزيد رجع، معناها هما خمسه اولاد مفرقين كلهم رجعوا معايا للشاب. كيفاش كيفاش رجع؟ ليسون سو كونترا، هما حتى كي خذاهم وقالوا راهو خذيناهم ولا نجموا ياخذوهم، حتى اتصلوا بالفيدراسيون مشكوره وكل، قالوا لهم راهو ليسون سو كونترا معايا للشاب، مش على خاطر احنا هي للشاب راهي تحت الدرجه الثانيه انت ليبر. صحيح القانون ما يمنع على الاجانب، ونحن بيدنا رانا لقينا معاهم ارانجوم ومشى روح، مي نحن قلنا للعباد الكل قلنا راهو رد بالكم، عندنا دوسيه في الطاس ورانا راجعين الرابطه المحترفه الاولى. وقلت انا في البلاتو ما قلتوش، قلت انا راجعين احنا الرابطه المحترفه الاولى، بالكش جاي نسوق انا الحاجه لاهالي الشابه ولا نصبر فيهم، لا لا احنا كنتوا احنا وكان عارفين روحنا، راني جيتهم انا اهالي الشابه قلت لهم رانا لا غالب ماناش حاشمين احنا باش نلعبوا في الرابطه المحترفه الثانيه، وقلت لك لهنا قلت لك مرحبا بهم احنا اهالي اهالينا كل اللي في الرابطه المحترفه الثانيه، رانا بالعكس نحبهم ونعزهم وعندهم معزه خاصه، واحنا اليوم لقينا العطف نتاع الجمعيه كل راهو كسوا جمعيه في ديفيزيون 4 كسوا جمعيه في الناسيونال ا، راهي الناس كل كلمتنا والناس كل فرحانه، وحتى اللي معناها ساعات رئيس الجمعيه هذه الفدلكه ولامس ولا قلت له هبط بلاغ على الاقل اشكر، قال لي عندي شيك فيه شو 50 مليون تو نشكر يسبوا لي غدوه وديع، معناتها باش نفهموا يقول لك ما عنديش شيكات، راهو الجمعيه كل قاتلنا بالشيكات، راهو كل قاتلنا بالشيكات، قال باش نبدا واضحين راهو المشكله قاتلك رؤساء الجمعيات بالشيكات والاخرين الكل مطمحهم، وش هو؟ أوك عنده أكل كيما نقولوا احنا الهيئة نتاعه هذيك، توا نكلم لك الدكتور يعطيك، توا نكلم لك كذا، لا مش هذا. نفهموا من كلامك سي توفيق الحرب بين توفيق المكسر ووديع الجاري لن تنتهي. ماهيش حرب هي، نهار تال الشابة تاخذ حقوقها، ونهار تال الشابة تلقى روحها الجمعية في الرابطة المحترفة الأولى، ونهار تال تتعامل كجمعية في الرابطة المحترفة الأولى، وناخذوا التعويضات نتاعنا، والمكتب الجامعي هذا، أخي مكتب الجامعي هذا أقل أقل أقل, أقل ما يمكن. كان ينجم معناها يعمل رساله اعتذار للجمعيات اللي عطلهم وللشاب، هو هبط رساله قال انا مانيش مصدق كيفاش قرار التاس، هو مستغرب في قرار التاس، راهي عمرها ما صارت هذي، انت تي نحن بارك الله فيه ذاك استغليناه لانه هذاك ترجمناه وبعثناه للتاس، قلنا حتى احكامك انت كتاس مستغرب فيه، هو قاعد يحضر تو ماذا به قال لك حب يعمل معناها درجه ثالثه تحكيميه، يحب ينحي التاس وحب يعملها في الجامعه، ما هو عنده الرابطه نتاع سي شو اسمه نتاع سي العربي وعنده لجنه استئناف وتو قاعد يعمل في حضر في برنامج ما يحسب وحده يظلوا راهو قاعد يحضر في برنامج درجه ثالثه وين عاد وفي في الهيكل عنده في الجامعه معناها باش تشوف انسان اليوم لا لا ما يرجعش كناس انا وديع نعرفه ما يرجعش كناس وديع يحب يعمل كناس اخرى نتاعو هو تو يحب يعمل كناس خاصه بوديع في وسط الجامعه وديع معناها ما هوش يقابل انسان ما يقبلش الديفيت يا خويا خسرت خسرت سبحان الله انت ماك جيت وقلت وانا ورد بالك راهو التعطيلات الكل والتاخيرات الكل في الطاس الكل وراهم المكتب الجامعي الكل من كلهم لي كوريسبوندونس الكل وراهم المكتب الجامعي هو اللي فما مكتب جامعي يجي يجرح في محكمه فما معقول الكلام هذايا تي نحن قد محكوم علينا محمد العربي نتاعك وعمرنا ما جرحنا فيه ويجي يقعد الراجل ويتصدر ونهارتها نهار معنا المتر نهارتها انا موجود وهو قاعد وانا متعارك معه محمد العرب وهو باش يحكم علينا نورمالمون تجرح فيه اما هذا مكتب جامعي ما يحترمش معناها منظوريه ما يحترمش الجمعيات ما مغطرس عليهم اليوم هذيك هي راهو باش يقول لك حرب ماهيش حرب مي نحن راه مش نقعدوا مواصلين ندافعوا على حقوقنا مش نقعدوا طالبين لوديت اللي هي موجوده نتاع العوام اللي فاتت ومن العامين هذوما زاد طالبينهم مش نشوفوا هل بلاتويت فما بلاتويت هايجه ناس معناها قاعده تحارب لان محب يمشيوا القطر بالسيف معناها مش شوفوا شكون هم الاشخاص اللي مش تمشي على حساب الجمعيات وبفلوس جمعيات القطر هنا قاعدين نتبعوا والسلام اما عركه خاصه بين توفيق مكشر وبين وديع ماهيش موجوده الهدف نتاعكم سي توفيق في من أكبر الأخطاء اللي ارتكبها المكتب الجامعي في الطاس هو التجريح في هذايا الدكتور سيمون أي صحيح من أكبر الأخطاء لأنه هذايا نجم نقول لك الأب الروحي سميتي على المستوى القانوني في غرف الطاس ونعرف إيش قاعد نقول في برشا أحكام معناتها سيد هذايا اون ريفيرونس فهمت فالتجريح من قبل المكتب الجامعي لا ايتي تري مال اكوي وقت الملف مشى للغرفة هذية يعني كان التساؤل علاش هالتجريح هذايا وعلاش المكتب الجامعي على خاطر حكم للشاب المره الاولى معناها ثم معقول معناتها انت تو فات ثلاثه تجبدوا وشافوا الهيستوريك نتاع الجامعه وذاك علاش القرار نتاع الايقاف التنفيذ اللي هما في التو 8% راهي الطاس تحكم ايقاف تنفيذ 8% برك اكثر من 90% بالرفض هذاك علاش القرار نتاع الايقاف التنفيذ انا قلتها الجمعه اللي فاتت كنت اتذكر
الناس تقول قرار وقتي، ما هوش قرار وقتي، هو قرار إيقاف تنفيذ مبطن في قرار بالأصل. خليني نربط معاك ونرجع سي توفيق تو نجيكم نعملوا تور دو تابل بعد قليل. ما دام نحكيو على التاس، عندي معلومة، التاس وجهت لكم الدعوة للمثول أمامها نهار 9 ديسمبر القادم إن شاء الله في جلسة المرافعة، يعني المحامين نتاع هلال الشابة باش يرافعوا في القضية الأصل. صحيح، هي التاس تراسل تقول لك احنا رانا قررنا باش نعملوا جلسة نتاع مرافعة نهار 9. ندرا انتم فريق الدفاع نتاعكم جاهز ولا هو لو 9 ديسمبر ظهر لي يجي نهار جمعة 9 ديسمبر في الميدي. احنا بطبيعة الحال احنا كل شيء قابلين، احنا قلنا ما عندناش حتى مشكل، فريق الدفاع نتاعنا جاهز، قلنا رانا قابلين، نستناو هو اخر ريبونس عندهم اليوم، نستناو في المكتب الجامعي والنادي الافريقي مش يجاوبوا، غدوه ناخذوا الريبونس بتاعهم، راهو جاهزين في الوقت هذاك المرافعه المجهزين. مي نحن كفريق الشاب لا كنا نجم نطلب التاخير، خاطر تو انسان يقول لك انا عندي قف التنفيذ ماني نطلب التاخير، نقول ما نجمش ونزيد نوخر الحكايه شهر اخر وشهرين، لا احنا قلنا رانا جاهزين، ما عندنا حتى مشكله، حتى غدويك رانا جاهزين باش نكونوا حاضرين في المرافعه هذه نتاع المكتب الجامعي. أستاذ كمان بالخير، شنو ما قالها الجلسة ذي نهار 9 ديسمبر إن شاء الله؟ أنا أعتقد أنه الملف تطوي انتهى، لأنه القرار نتاع إيقاف تنفيذ كي تقراه هو قرار في الأصل. دايور من شروط إيقاف التنفيذ هو أنه الفريق الذي يطلب، الجهة التي تطلب إيقاف تنفيذ تكون عندها دي شانس كبار في أنها تربح في الأصل. دو أنه يكون ثم معناتها دي ريسك اللي لا يمكن تداركهم، معناتها ثم أخطار. فهذوما الغرفة اللي حكمت واللي هي بيدها، لأنه تعرف قرار إيقاف تنفيذ نتيجة التجريح وقع إحالته للغرفة اللي عندها الملف في الأصل. وما نعتقدش للغرفة اللي في الأصل باش تناقض نفسها، يعني باش نبسط، الغرفة اللي حكمت فيها صالح ثابتي والعربي سنقرية مثال الكلام، هما حكموا في إيقاف تنفيذ، هما باش يحكموا في الأصل، يعني مش باش ناخذوا أنفسهم. وكي تقرأ القرار نتاعهم راو إعادة إدماج هلال الشابة في الرابطة الأولى، في الرابطة الأولى، والحال أنه سي توفيق بليك حكي لك قال لك احنا كي باش نربحوا 3 نقاط باش نلعبوا البراج، يعني أنه التاس مشيت أكثر، قالت هالملف هذايا يلزموا يتسكر، وأنا نأكد لك اللي هو تسكر في الأصل اقتنعت فما مظلمة قانونيا. قانونيا هو شوف، ما تنجمش تلوم خصمك على أنه استغل ثغرة قانونية، داكوردو. الفريق القانوني نعاودها مرة أخرى بتاع هلال الشابة كان ذكي جدا في التعامل القانوني بتاع الملف والمسار، وهذا كان ترجع صاحبي تلقى شهرين التالي ولا قبل حتى في آخر الموسم الرياضي اللي فات، قلت لك رأي الجامعة ما عادش باش تهز حتى ملف مع الـ مع الـ مع الشابة في التاس، تتذكروا الكلام هذا. علاش؟ لأنه وقت تقرأ أنت الأسانيد القانونية فرق بين مستندات كاتبينها ناس يحكيوا في الأصل ويحكيوا في الخروقات القانونية ويحكيوا في عدم تطبيق بين ظفرين القانون الداخلي للجامعة، وبين مستندات أغوش يا دروات، هاني استقبلت، هاني جبت، هاني حكيت، هاني رديت. دونك من الناحية القانونية نأكد لك رأيي الخاص الذي لا يلزمني إلا وحدي، أنه جلسة 9 ديسمبر قلت أنت 9 ديسمبر هي جلسة شكلية، يعني للقرار صدر. تفضل استفيد. باش نوضح حاجة، راهو بالنسبة للتاس ما عطاتش أكثر من اللي طلبته هلال الشاب، لأن الجامعة في تقريرها الكل تقول حتى إذا كان الشابة تربح راهو عندها براج، وتسطر عليها ديما بالقرا، تقول راهي إذا كان الشابة ربحت راهي عندها براج. مي احنا طلبنا كهلال الشابة رجعنا مباشرة للرابطة المحترفة الأولى. أي هذا موجود في المستندات. هذا الطلب نتاعنا الأصلي، والتاس مشات معنا في الطلب نتاعنا الأصلي، هذا اللي طلبناه احنا وقلنا على خاطر علاش؟ نأكد لك أنا، إذا كان التاس ورغم القرار من التاس، إذا كان احنا خذينا قرار التاس بتاتر في ديسمبر طبعا، والبطولة انطلقت والقاسي وديع كون عمل لالي ودخل في الرتور، بعد مش يقول لك هذا يصعب، مش يجيب لي المكتب الجامعي نتاعو ذوكم وك الجماعة الكل وريقة خضراء وراهو يصعب توا هذايا باش نطبقوه، معناها هذاك باش يعملوا، علاش هو شد صحيح الجولة الفايتة معناها عمل كل ما في يصعب باش تشد الجولة، أنت نورمالمون جاك قرار التاس تحترم قرار التاس، قول جانا مباركوا رجوع هلال الشابة، نعاودوا القرعة، راهو على الأقل ربحت بوان، على الأقل مش لا، وغدوة تصبح الماتشوات، والشابة مش تلعب سيتي بريفي، حطوا لنا على الأول الشابة مش تلعب لدوز، ما حطوا لنا أول مقابلة لدوز، بعد بعثنا لا، قال تلعبوا لويت، راهو هذا متضارب،
مع مع الكومينيكي هبطت وانت لوني قلت راه الشباب مش لعب لدوز المقابله الاولى توك حطيتو لويت هو ماذا به لعبنا الجمعه الفايته حتى الماتشات كل ما لعبتش ماذا به لعبنا الجمعه الفايته احنا لعبنا ماتشاتنا مش نواصلوا في المقابلات نتاعنا ما عندنا حتى مشكله في المقابلات الجايه واللي جورني مي او ميم طون علمنا التاس علمنا الفيفا قاعدين نعلموا فيهم بالتعسف استعمال الحق لانه هذا مش حق هذا انسان معناه اليوم كان عجبك كان عجبك سي تو تافي نورمال كان عجبك احنا ما عجبناش واحنا باش نواصلوا واحنا العركه نتاعنا في الاخر بكل رابحينها سي صاحبي بربي تفضل 30 ثانيه علاش قلت لك انا شكليه جلسه 9 ديسمبر سمعت سي توفيق قال كلمه مهمه جدا في القانون قال لك احنا كان عندنا طلب اصلي وكانت عندنا طلبات احتياطي التاس الغرفه ذي مشات في الطلب الاصلي اذا كان مشات في الطلب الاصلي اللي هو السوي لو بلافون ما تنجمش تعاود تطيح نجمش تعاود تطيح نهار 9 ديسمبر لانه نفس الغرفه مقتنعه فهمتني سي صالح الاسانيد القانونيه خلات الغرفه هذه تقول انه الملف هذا ساي سي فيني مع بيان سور تاخير مع بيان سور ما تخلصش الفلوس مع بيان سور كذا كلهم تلموا طلبات الجامعه اللي مسطره كما قال لك تحت كلمه براج يعني قلت لك الحقيقه نتاع ربي معناتها انا معناتها انا باهت شكون خدم الملف القانوني معناتها مستندات انا كي شفتهم يضحكوا معناتها معناتها ما عندوش معاهم معناتها عباره من الناحيه القانونيه بدون التشكيك في حتى حد مستندات يكتبوهم الفريق القانوني صابر بوعطاي ومحمد والمحامين سي نور الدين الجربي صح صحيح والاستاذ الفرشيشي و و و و و ومعاهم المحامين سويسرا ونشوف من هنا قلتها على ماتش تونس والبرازيل عباره كاتريل مع فيراري قاعده تجري ما بني على باطل فهو باطل استاذ كباب الخليل فصل اشهاري ونرجع نوصلوا بقيه فقرات الحصه نتاعنا تعرفش